السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوي اليوم السناب ما يشتغل من يوم الصبح، حاولنا لين الشدة ما طاع يشتغل، حاولنا لين هذا منه ما خلينا حد، ما وقفناه هل بالتليفونات هل بالفندق، ما أدري شو بلا ما طاع يشتغل. لا واليوم بشيركم سرنا بقعة بعيدة وين بيصير ضي عياله، وصورنا جميع الفيديوهات لكن تحول إلى الستوري، إن شاء الله ما نرد البلاد بنزله في الستوري، وسجلنا جميع السنابات. القرية يسمونها تشوكلت فيلج، أظني تشوكلت فيلج، مصورينها كاملة. حاولنا لين هذا منه تيامعن السنابات كلهن الفيديوهات، يا غير ما طاعن يدخلن في الستوري ما طاعن. اليوم خلصنا ابوي من هاي التشوكلت فيلج وصرنا السوق الليلي وردينا، اتصلت في ابو ظبي كلمت واحد من العيال قال لازم نسجل خروج ودخول وما ادري شو، فتح الحساب من عنده ما ادري شو سوى ما ادري. المهم اشتغل. جينا مره ثانيه، ما بطول عليكم السالفه، فتحت ابوي من عندي الحساب، ولان كل التصوير اللي مصور انه ما لقطته كله اختفى، وابدا ضجت والله انه تعب يوم كامل كله صار على الفاضي، ومكان ما جيت المكان في منتهى الروعه. المراد شباب وقلت لهم وشبا وحري وبنيات بعد هناك، وبعد شكيت لهن ويمي، يعني قديت لكم اليوم اشكى عن المطلقه. ابدا هر الكلام ابوي، لقطت ابوي هاي امتسحن لقطت موجودات في الجاليري مال التليفون روحه، متجمعه تقريبا 16 دقيقه. كلمت العيال في ابو ظبي وقال ان شاء الله ابوي من توصل بنحط لك الستوري مالات بانكوك كاملات، برد بنحطها ان شاء الله في الانستغرام مال السيرة كاملة من أولها لين آخرها، كل يوم بنزل شيء كل يوم بنزل شيء لين يخلصن إذا الله راد. وحتى قبل شوي على فكرة حاولت أني أنزل شيء، الحين تدري كيف اشتغل السناب؟ ما بصدقون، عرفنا شو المشكلة. يوم يا حين هذا مال الآي تي مال الفندق زقرته، يوم شبك تليفوني على الإنترنت مال الفندق اشتغل شريته، طول الوقت تليفوني شغال عنب، ولا اليوم يعني بيخترب من الشبكة شيء في عله يتعوين ما صلت على النبي. المراد ابوي نحن باكر ان شاء الله بنحرك من الفندق الساعة 2 الظهر اذا الله جعلنا من الحيين. قلنا من الساعة هل بالطيران؟ قالوا الساعة كم تبون نجيب لكم سيايير؟ قلنا لهم ابوي الساعة 2، نحن طيارتنا الساعة 6:30، لكن قلنا ابوي نسير قبل شيء وبعد، وان شاء الله اذا ان اشتغل النت بعد عندي في سائر النهار تراني برمس وياكم لين اطير طيارة اذا الله جعلنا من الحق. ان اشتغل زين على زين روحه، اما اشتغل بنزل ترى الشركة اللي ماخذ عنها هذا فتحت في فندقنا في اللوبي مال الانتر شيء في البزنس سنتر. انتو تدرون الساعة كم الحين عندنا؟ الساعة 4:30، باجي يمكن ساعة الا ربع الا نص ساعة بيد الفير. هاي بعد ايوه، وبشيركم ابوي رتبتك شيريه ورتب رتبت شناطي ماشي ان شاء الله عندي باكر بيخرني من نسي بتلبس متوكل على الله. ونفس الشيء بعد سامان صلاح ابوي زاهب ومرتب كل شيء مره، واذا الله جعلنا من الحيين هنتين ابوي بيت السيايير وبتشلنا. اولا سامحوني على قصور مال اليوم، وان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين باكر بنرمس. يلا تصبحون على خير كلكم، يلا في مال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. باجي لنا ابوي تقريبا 3 ساعات بنحرك من الفندق، طيارتنا متى؟ الساعة 7 المغرب. المغرب الإقلاع، وبنسير أبوي المطار من الساعة 2:00، إن شاء الله بنتكون بتفيزرين هناك. الشيك أوت مالنا الساعة 1:00، لكن قلنا بنسير من وقت يعني، شو نيس؟ صلاح صدياي، كلهم أبوي الجماعة البارحة يدورونك دواره. وين صلاح؟ وين صلاح؟ أنت وين؟ في الليل البحر وين سرت؟ وين كنت؟ كل حد يقول صلاح وين سار؟ نوم. وايد من الوقت نايم انت البارحة. جك 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 على منام. شو هالرمسة الخايسة صراحة؟ إيه. متى نشيت اليوم؟ عدان. لذان الصبح. جك. شو هذا 24 ساعة هالشغلة أنت؟ إيه. روحة. حبيبي لأنك وايد تاكل. تاكل 24 ساعة ترعى. ما شوية بعد وين شو أشوف؟ إيش كثر؟ شوية. هذا شو؟ هذا شو من العيد اليوم شوية؟ شويه خيسني من الرواوين اخ عليك صلاح حتى بتعرس ولا ما تبى؟ اجيبه زين وين بنيب لك حرمه نحن؟ انت
وين بندور؟ كم بندور؟ دبي. ابو ظبي ولا من العين ولا من دبي ولا من وين تبى؟ لا شهامه. من الشهامه؟ شهامه ابوي ما بيطيع يعني ياخذ لنا كل ترون 24 ساعه. هاي وحده انت تعرفها ولا ما تعرفها؟ اعرفها. طويله ولا قصيره؟ لا غبيه. غبيه؟ غبيه غبيه. كبير يعني طويله. ايه. ايه. شو اسمها البنيه اللي بتاخذها؟ حمامه. 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 اسمها حمامه؟ ايه. من هالوين؟ بعنان. من وين حمامه؟ قابوس. بلاد قابوس من هالعمان. ايه. هي مرحبا شهاب مرحبا. كل بنت كله. ايه. صلاح شهاب يقول كناديرك الاوليات بيعطيهن علي، اوكي ولا لا؟ مشكل. عندك مشكل ولا ما في مشكل؟ لا. زين. زين صلاح؟ نعطيهن علي؟ تي. علي هذا ربيعنا المصري. تعرف تعرفه. ما بس ما بس. ما رقت زين البارحة؟ لا. ليش؟ هو النوم. شهاب؟ شو بلا؟ بسم الله. شو كان يسوي شهاب؟ مخوخ يناخر. كيف يناخر؟ ومنه صلاح الحين يدن تصلي انت تصلي ولا بس تحط الاذان 24 ساعة؟ زين قم صل صلاح. زين الحين انت حاط الاذان على جميع الدول، اي بلاد تذن سيدي تذن عندك. حبيبي سكر الحين سكر. لا يحطون الاذان في البلاد اللي انت فيها، مخلين يدن على كل البلاد. هذا كل دين في قطوع. شو صلاح انت مطوع؟ انت المطوع يرون هكذا كل رواوين رواوين. فضل كل روان نشحين عاد عق فاني لك هاي وتسبح اربعه تسبح. ما حد قال ترون هكذا. صلاح عايز شاي؟ قبلك شاي؟ الشاي عدالك. ليش تقول حق علي يصير يجيبه؟ يا عزيز سكر. ايوه وسخن كمان. انا بقول لك شكرا صلاح. عفوا. لا انت قول له شكرا. شكرا. عفوا. ايه. التليفون صبحنا اشتغل ما في موجود مسج ما انت يجي مس كول يجي. منو ترى صلاح؟ أسد. أسد. بخير كل زين بابا خير. شو يريد الحين؟ بابا خير بابا خير. هو يقول شو يريد هو؟ ريحة. ريحة عطر. خير أسد. هذا أنت الحين شي رمست؟ إيه. طرحت له مسج. إيه. شو قلت له؟ أسد يا أسد. قلت له أنت بخير يا أسد. إيه. أنت زين بخير كل زين بابا زين شهاب. شهاب زين. أنت. انت إيه؟ اوكي باي شكرا. منو اللي يتكلم الحين؟ انا صوت. صوتك انت وقبل هدري والمالك الاولي. إيه؟ شو اسمه؟ اسد. 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 بس ابوي عاد الحين شدوا العربان بالكلي في ذات الله يهل بلاد. الله يعودنا لك ان شاء الله. انت وهل سالمين قانمين. كالعادة كل مرة اخر يومين يغدل فنانات. حلوة والله البلاد ما يشبع منها وزينة وهلها أهل ابتسام تندام. حبيبي شوف هالمعجبات كلهنها وحدة هنتين ثلاث كلهن أبوي معجباتها ميتات عليك. شو الله كريم. منو تبى منهن أي وحدة؟ تبى هاي ولا هاي؟ ليش ما تعرف حبيبي؟ لازم تختار وحدة. الثالثة هاي تبوي معرسة. تبى الثالثة هايش؟ حبيبي هاي عندها ريم وهاي طويله خيل. كم طولها؟ عيوز. ما بعيوز حبيبي. ها كلهن ابوي شوف كل وحده احلى على الثانيه. كلها كلهن ابوي هالحريم كلهن يبنك. صلاح صلاح يا ويلك يا صلاح بيخطفنك. ها صلاح يلا مطار. يلا ركب علي ركب. هي ركب ورا. وين بيت فيزر قدام بعد لا تضيج عليه. يلا بهنسم ما بهاين عليك البيزه. يلا ثانك يو.
كم ودي تحسب؟ حيل كم ياوي عليها. يلا باي باي إيفريبادي. صلاح هاي هاي بعد قول لي يحافظ على هالتفيزيرة الساع ما خرب. هاد ما شاء الله تحراها خلية نحل تبارك الرحمن، يعني وشعبها ما بكسول ياي هيز يبيلس وكدوا عليه، لا كل حد بوي مسوي له مهره، كل حد اللي بيع ناريل اللي بيع نخاي اللي بيع درا لبس تفارات ماليها عسبتي جليل تلقط حد بدين ولا في متن، كلهم ما شاء الله مراود، كلهم بوي قادم مراود صفد كلهم اللي وادم. وسالفة الانترنت بوي البارحة اكتشفناها، شو الحين تأكد لنا شو الموضوع وشو السبب اللي انقطاع النت عندي أنا بالذات البحثون على العرب. من يومين قلت لكم صاير أجدد الخدمة، هي الخدمة أسبوع هالفول سبيد. إنزين أول ما اشتركت قلت لهم عطوني أقوى شيء وأخير شيء، قالوا لي يوم من يوجه في الأسبوع تعال حد حق نجدد لك الخدمة. قلت لهم إن شاء الله أو تروم تجددها روح. قلت لا بيكم بنزل من فوق لين تحت عاد المراد ما بطول عليكم السالفة. نزل تحت وجددت الخدمة، ترى أبوي شج تجديد نمونتين، نمونة حق أنك يعني تجدد، النمونة الأولية أنك تجدد أبوي حق الاشتراك هاي اللي هي الباقة مع التليفون ومع النت روحه هذا خلصنا. النمونة الثانية اللي ما يجددوا لي إياها لأني ما طلبت شيء تجديد السرعة، السرعة روحها هاي روحها هي اللي ثوت الدنيا هاي كلها. أبوي تجديد السرعة روحها وتجديد الخدمة روحها، يعني عقدين في آن واحد. فلذلك لتشن على هالأساس أبوي الفيديوهات أزمني لتشن ما يصيرن في الستوري، ولتشن ولتشن أبوي لين التتش التليفون بكبرة. حب العرب أبوي رجول صلاح هذا كله رقادة؟ لا أشوفه من بعد تجلب شو هذا صلاح؟ مسد هذا شو؟ هب مصر وين حبيبي؟ ما الطيارة مال مصر، الطيارة مال بانكوك روحهم طيرانهم. أنا شاك ولا شوف الطيران ها كله بنفسجي ها وسيايرهم ها كله بنفسجي، وين ما تصد مخاطي الغراش اللوادم ها شعار كل شيء تلبس ابوي ملوكهم وحكامهم وكل شيء كل شيء عندهم بنفسجي بنفسجي سيايرهم، وين ما تصد لون البنفسج طاقي. ما شاء الله عليك يا البنفسج، لله درك لله درك لله درك يا البنفسج، كانك غازي في كل بقعه ما خليت لا دار ولا ديره عيني. هذا بكل داخل مطاحن حدائق الدنيا بعلم بها ذاك الكانتر مال الاتحاد، حتى اللي يدزون بها السيايير الشنط بنفسجيات. ها شوف شنط عدل قدام، شو اقول لكم؟ شوف الطواقي هذاك مال الشنطه البيضاء، شوف شوف كايرو اوكي وان باج تو كايرو. يا ولد الناس عرفوا فضحتنا، ولسه ولسه كمان هذا احكي لي علي صلاح ما له بيزعق علشان شو هاد الفكه دول باخذهم علشان التبس بتاعت الناس فضح من فرج الناس علي يعني تستاهل يعان انت ان شاء الله حبيبي. احنا نوصل داخل الصاله في اللونج تحب تسوي لي خصوصي ان شاء الله حبيبي. طيب بخشيش هالريال وين الفلوس؟ اشو رامي اياهم خلاف يوم نوصل هناك اعطي اياهم. زين شو هذا صلاح؟ ورد ورد ورد؟ ايه من وين جاينا؟ بيتنا من بيتنا نحن؟ ايه ما شاء الله شوف حتى موظفين بنفسج بالسب حتى الموظفين كل حد ابوي كل حد زغت شفت طالعني والله اللي زغت زياغ مسوي انزي قال لي امضي مضيت؟ ايه بصمت بصمت؟ لا صلاح انا وقع انا وقع انا اتوقع صبر صلاح حبيبي يا سلام توقيع شيوخي سلام يا صلاح يلا 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 هذا اللون شوفي مال طيران الاتحاد
ابوي عاد من اخر وجبات اللي بناكلها في تايلند اللي هي مالت الاكل التايلندي. لكن ما شاء الله على ابو عبد الرحمن ما قصر بارك الله. على ابو عبد الرحمن مسوي المكسه هاي روحها مكسه. خلاص بقى نخلص على الجمبري وما فيش جمبري ثاني في مصر بقى. ايه رايك علي؟ تمام خلاص هيوحشنا الجمبري. نرجع بقى للبولتي والسردين والمكرونه المصريه. الحمد لله. حد السنه الجايه. إنس وين جاي انت حينه؟ بود فضحتنا محتم في الدنيا ما اعرف انك تساوي بود. ما يروح لا عيب شوي شوي حبيبي. ابوي خلاص ما يباله رمسه ما يباله رمسه يقين 100% ابوي ليباني هالمطار لمقاول عيناوي 100% ما ولي حق علي منور 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 حق علي بعد بنغالي. انطباعك يا علي في البلد؟ لا المره دي تاني مره اجي بس المره دي احلى بكتير من المره الاولانيه. لا كل حاجه كنت بقى اول مره بقى مش واخد بالي من كل حاجه. سلام يا الاتحاد سلام يا سلام طيران الاتحاد ساير ابوي دار الاتحاد يا سلام سلم وا وا تبغى عدال منظره صح؟ اي بس انزين انا وين؟ ورا. تبغى نسير ورا؟ حرام انا اخوك. لا المعرس ما شاء الله ما شاء الله على صلاح. Thank you. يلا سوي الحزام بطنك كم كبرى لا رصها بالقوة بالقوة هذا ما شاء الله احد المتابعين محدد طيارتنا وين مكانها ومصورنها ومترسلنا الموقع قبل ما نطير من بانكوك ما شاء الله عليه الطيارة هذا السنة مرة فل سبيد ما شاء الله على الطيارة يا حاول عليه يا مساكم خير ونور وسرور وفوق هذا كله هدوء هدوء الطائرة اللي أنا فيها هاي طيران الاتحاد تبارك الرحمن لنا منطرنا تقريبا 4 ساعات او 4 ساعات ونص لكن حرام انك تحرى عمرك في فل طايرة ما شاء الله تبارك الرحمن تقول كأنك جالس في بيتك الطايرة لا تتريري ولا تتقرقع لا المبشرات شيء من الطيائير شيء من الطيائير الله بالمستعان يعني من تقلع بك الطايرة تحس بعمرك كأنك جالس في صندقة من تشينكو ابدا هبلنا صندقة من تشينكا لا أبوي صندقة من تشينكا وطايح عليك أبوي بردي برد تخيل عادة يالس أبوي في صندقة من تشينكا ويطيح عليك أبوي لا مطر وبردي شو الإزعاج بيكون أما طيارتنا هاي ما شاء الله أما طيارتنا هاي ما شاء الله تبارك الرحمن الصوخ والهدوء اللي في الدنيا كله فيها والله يا أبوك ما كنا في طائرة أبدا وهي طائرة سلام 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 إلى أرض الوطن يا رب تحفظنا وتحفظ كل أمة محمد أجمعين ونيتك الخدمة ولنهاية الأكولات اللي من كل يا نفس وتشتهين ونياك أبويا لابتسامة المضيفين والمضيفين والمضيفات من القايين نقوة ولا غلطة هباب ما ترمش عينك يوك يترابعون آمر شو تبع واللهم لك الحمد سبحان الله وين ما سير في أي مكان ألقط حد يعرفني أعرفه ينت عارف من زمان واتصابالكم على عائلة على يدي اليسار مرة هذا كرسيهم مرة الكتف بالكتف عديبهم أكثر من 25 سنة اللم من سناين يا هنا والبنت من سناين عيالي ناس خيرين وياوي في الوقت الأولي هم ساكنين شارع حمدان
ونحن سكون في مدينة زايد. وعقب يوم يلقصهم تحولوا المشرف أبويهم تحولوا المشرف أبوي ونحن تحولنا البطيء. إنزين خطة في الزمان ويا الزمان هم آزم أبوي مكانهم في المشرف وأنا تحولت أبوي مدينة محمد بن زايد وبنيت وعدلت وزرعت في البيت اللي تشوفونه في الفيديوهات اللي اختفل. لكن أبوي أنا عديبهم هايل الحرمة هاي يوم هي تعرس يوم هي تعرس من أكثر من 27-25 سنة ما وعيت بها سبحان الله من هايك السنين ما تلاقيت وياهم إلا في الطيارة. المهم رمسنا وسولفنا وعندك ودونك طول الوقت عرفتنا أنت أبو محمد. قلت هي نعم أبوي عرفتكم بل أنا ما عرفتكم حد ما يعرف عمره أبوي أنت دم ولحم أهل. فسبحانك يا رب يوم يقول لك والله الدنيا صغيرة أكيد الدنيا صغيرة. شوف ما تلاقينا في الأرض تلاقينا في الجو سبحانك يا رب. ولأنهم طيبين وخيرين وما حد شراتهم سبحانك يا رب. كل الحب أبوي يظهر على بذرة الحب يظهر. ترى بخبركم أبوي ليه ما يشابه هله مسروق اللي هله أخيار وطيبين وفنانين وهالمعاني يلحق في العيال يلحق في البذر. ترى الحب يظهر على بذرة يوم اللي هل زينين البذر طيب أكيد. بعد يعني واحد من الشباب ما شاء الله عليه وتعارفت وياه وسولفنا ورمسنا من ضمن النقاش يقول لي خالد أحيدك يقول لي أحيدك خالد دومك تطير على طيران الإمارات ما تسمعت بك أنك طاير على طيران الاتحاد. هو لي يقول عادة ذهن أبوي ساعات طيران الاتحاد وساعات طيران الإمارات ويعني يعتمد على حسب البلد والوجه اللي أنا بها وين العزم. إنزين شو تفضل أنت يا خالد طيران الإمارات ولا طيران الاتحاد شو تشوف أنت شو الأخير؟ أيوة يعني أنت حين تبي تأخذ رأيي رأيي أنا أبوي طال عمرك هاي التحيات وهاي الحمد ما يستوي أبوي الصلاة بلياهن بلي التحيات والحمد ما تكمل الصلاوات. طيران الإمارات وطيران الاتحاد أبوي بلاد وحدة وهن يا أبوي ترى هن الناقل الرسمي ويشلن أبوي هاي الاتحاد وهاي الإمارات. ترى تسمع أنت الأسامي روحه هذا يكمل ربيع. أقول عاد حق التجل لاحظت يوم من أيام الله طيران الاتحاد ولا طيران الإمارات شيء كرسي فاضي ما تلقط الفاضي بينهن ما يدور. شو السبب؟ السبب أبوي الجودة. الجودة في كل شيء. أشوف على ما تشوف نحن حينها كأنك أبوي متشرقت في حجرك ولا كأنك في الطيارة. أقول عاد شيء من الطيائر مرتق لعبك هايلها اللي وين يحطون الشنات هاي الصناديق الكبات يتقرقع عن قرقعه. وشوف الطيائر اللي من غير كل هالشركات ما وحده دون عن الثاني من تركب ابوي كأنك ابوي في ماده زار كل شيء يتقرقع. انيت حق الكبات ولان هي تقرقع عن ولان جيت حق هذه الطاوله ها اللي يحطونها ما تلك ولانها ترتيب كبرها. شوف اقول لكم هي والله الطيائر اللي من غير ما نطير بك الطياره لين توصل تازم في حالة هستيرية ما تصدق على الله متى توصل بك الطيارة. بس عاد عليكم الهذربان حتى المضيف يقولها بس فكنا من حشرة حشرة العرب. بنبتدي حين الهبوط بعد 10 دقائق يقول لحن تبعد عن بوظبي 400 كيلو زين يلا غايته يلا عاد برايكم حينه. بس عليكم من هالهذربان فقت لكم روسكم هاي يسمونه هذربان الاجواء هذربان الجو هذربان جوي. قول انا وصلت تراني وصلت انا وصلت وصلت ما يفوت قول بصلت ما ترخض الراس حرمه شفته هاي تباها ها قول انت حلو تباه بتاخذ هذاك ليش قريبك صح تبغاها تايلند ولا لا؟ ثاني وثالث اخ هذا المكان؟ لا ابوي فارشين زل جديد ابوي الدنيا كلها جديده ابوي هاي ابو ظبي كل شيء فيها جديد دوم كل شيء فيها جديد. صلاح هذا الرجال جايب لك ماي زمزم ها شو رايك؟ اسمه سعيد من هالعين هالرجال فنان ها قول له شكرا عفوا.
تبغي عصير يزر؟ ايه يا يبي حق صلاح كارت جوس. صلاح منو بتكلم حبيبي؟ خدية. بتسلم على خدية؟ تعال البيت. هي قالت تعال البيت سيدة؟ قلت حق الدري وين يودينا؟ مو يعرف هني. لا يعرف الدري، قول محمد بن زايد سيتي. يا أم سيتي. محمد بن زايد سيتي. سيتي. صلاح. وين ودنا الدريول؟ ما عارف. دبي يمكن مودنا؟ لا ما عارف. تبى تصير دبي انت؟ لا. ها وين تبى؟ من يا بابا هني. شكرا جزيلا لكل من تشكر لنا بالسلامة. والبلاد ابوي منوره بهلها وبعربها وبكل من سكن فيها. واخص ابوي بالذكر لكل اللي ابوي تابعونا في هالرحله وانبسطنا وياهم وتجاوبنا وياهم وتجاوبوا ويانا، جزاهم الله كل خير. وقصرتوا الدوب علينا وقصرنا الدوب وياكم، وكانت رحله ممتعه وجيده وفنان بما بكل ما تعني الكلمه من معنى. وصلنا الحمد لله على السلام. سير ابوي سيده 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 سيد من هناك، سيد بعدين يسار. بعدين يجي. سر سير بعدين يسار. إيوة ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله على سلامتنا. يلا يلا صلوحة. دخلت لأن أم محمد أبوي مسوي المفاجأة مبدله الكراسي كلهن وحاطي لباقات الورد والدنيا تحرم عرسياي. تحيدون الرطب اللي قلت لكم هاك اليوم بلي طعام هادوها. بلي طعام وحين بقصن بسكاكين بنفرمها تفرم قدامكم. بس ما تقولون تدل مسوي لي ها مزهبينها بنفسجي. يا سلام يا سلام يا سلام. اسمي هذا مكاني، ها تولهت عليه والله شاتبون الصدق. شوفوا هذه ها البسرة ها كاملة ها ها هذه قعامتها ها قعامتها هذه زاهبة مرة لا تقولوا ما أحد ها. شوفوا ها 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 وفي الطعم شراط طعم الخنيزي، وفي القرمة كأنك تتقرب ناريل. يعني أنا أنصح للي ما زرع منها يزرع، اسمها نادرة. وين تبتاع كل حد عادي يسأل ويدور. متى وقت مقيضها؟ يوم يوجف الإخلاص. من توجف الإخلاص أبوي من المقيض مرة ماشي إخلاص طاحت هاي الرطبة. طعمها يعني كبسرة من طرف وين البسر وين طرف وين المجورن فوق عن الزين زين رقم واحد. وتراها ما تاكل نبات وايد، نحن حطينا في كل طلع تقريبا 12 عطيل، في كل طلع 12 عطيل حطينا، لكن اتوقع انها تبقى اظني 15 لان شوية قاصر عليها النبات تقريبا، يعني اتوقع العلم عند الله انها يبرها 15. فالحول ان شاء الله اذا الله جعلنا وياكم من الحيين بنزيد لها النبات، بدال ال 12 بنحط 15 اذا الله راد. ابوي وحين والصرمه هاي موجوده في التسويق، يبيعونها موجوده في البلاد. امس في ليوة عارضينها في معرض النخيله في ليوة معروضه. اسمها ابوي نادره، الصرمه اسمها نادره. وموجود ابوي يبيعونها في الحين عندها بالمشات الموجوده الحين. والأول ما حد طاع ياخذ منها، شو السبب؟ لأن ما حد كان مصدق المعلومة هاي أنه يعني نخلب لي طعام، فعلى هالأساس ما حد كان مهتم. يلا عاد بس عليكم بالحذربان، يلا تصبحون على خير. بنرمس باكر بنطالع عاد كان ضالت رمسة رمسها.